بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشرف وكرم وبارك وعظم على آله وصحابته والتابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. اللهم اغفر ذنوبنا، اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه حبيبك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك سيدنا حبيبك وحبيبك سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. لنا ولوالدينا ولذريتنا ولجيراننا وأحبابنا وأقربائنا وذرياتهم وآل بيت نبينا ومشايخنا وعلمائنا وذرياتهم وكل من أحسن إلينا وكل من أساء إلينا، وللسلفية وللوهابية ولجميع المسلمين يا رب العالمين. ألف بين قلوبهم وأصلح ذات بينهم واهدهم سبل السلام، ونجنا ونجهم من الظلمات إلى النور. اللهم خذ بأيدينا إليك أخذ الكرام عليك. اللهم لا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. ربنا إنك رؤوف رحيم. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، واجعلنا من حزب حبيبك المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. يا ربي لذنا به وتوسلنا به إليك يا أرحم الراحمين، أن تغفر ذنوبنا وتستر عيوبنا، وأن تلهمنا رشدنا وتبلغنا مما يرضيك آملنا. اللهم يا رب العالمين نسألك رحمة من عندك تهدي بها قلوبنا، وتجمع بها أمرنا، وتلم بها شعثنا، وترد بها ألفتنا، وتصلح بها ديننا، وتحفظ بها غائبنا، وترفع بها شاهدنا، وتزكي بها أعمالنا، وتبيض بها وجوهنا، وتلهمنا بها رشدنا، وتعصمنا بها من كل سوء. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله. أما بعد، نكمل قراءة وشرح كتاب بهجة النفوس وتحليها بمعرفة ما لها وما عليها، شرح مختصر صحيح البخاري المسمى جمع النهاية في بدء الخير والغاية، للإمام الحافظ المحدث الورع أبي محمد عبد الله بن أبي جمرة الأزدي الأندلسي، المتوفى سنة 99 و600 من الهجرة النبوية الشريفة، وله قبر يزار في مصر المعمورة ولو كره الجاهلون، بجوار قبر سيدنا أحمد بن عطاء الله السكندري في سفح المقطم الذي شرفنا الله أن نسكن فيه. حولنا الأولياء الأحياء والأموات، والحمد لله، فربنا يجمعنا بهم وهم في برازخهم، ويجمعنا بهم وهم في حياتهم، ويلحقنا بهم على خير حال، ويحققنا بحقائقهم، ويسلك بنا مسالكهم، ويزيل من قلوبنا كل شك وريبة في مسلم يا رب العالمين، برحمتك أرحم الراحمين. أما بعد، الحديث 46 من الكتاب، حديث رد المأموم على الإمام بالحمد في الرفع، بإسنادنا المتصل عن مشايخنا جزاهم الله عنا خير، للإمام البخاري في صحيحه بإسنادي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا: اللهم ربنا لك الحمد، فإنه من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. ودي بشارة عظيمة لمن يصلي صلاة الجماعة، ولو لم يكن في صلاة الجماعة ثواب إلا هذه البشارة لكان ترك صلاة الجماعة سفاهة من السفاهات، وتفاهة من التفاهات، وجهل من الجاهلين. لو مش هتاخد من الجماعة بس لأنك تقول آمين خلف الإمام فيوافق تأمينك تأمين الملائكة فيغفر ليك، أو إنك أنت تقول ربنا لك الحمد عندما يرفع الإمام من الركوع فيوافق حمدك حمد الملائكة فيغفر لك ما تقدم، لو ما فيش إلا دي بس في الجماعة لكفت، فما بالك إن فوقيها كمان إنها تساوي 27 ضعف. فقد إيه الناس ظلم نفسها، اللي قاعد بيصلي جنب السرير ويصلي في أوضته وهو أصلا صحيح البنية
لا هو مريض ولا عنده مشغول ولا عنده عذر لترك الجماعة، فما يصحش. طب وما تكبر وتبقى معذور، وما تكبر وتبقى مريض هتعمل ايه؟ لما انت وانت في حال عافيتك وفي حال فراغك بتصلي صلاة المعذور والمريض، امتى هتصليها جماعة؟ فالحق، عشان لو انت صليت في حال عافيتك الجماعة ثم منعت عنها بعذر كتبت لك وانت تصليها في البيت، فانت بتستثمر عمرك. انما لو واحد مش من عادته يصلي صلاة الجماعة في حال عافيته وبعدين اصيب بالمرض، بيكتب لي الصلاة منفرد زي ما هو برضو، لان ربنا بيقيس عملك في مرضك على عملك في حال عافيتك، فيشوف حال عافيتك عملك ايه يدهولك على اعلى ما يمكن، عملك في حال العافية على قد حاله يدهولك على قد حاله. كما تدين تدان، اعمل ما شئت. شوف النبي يقول ايه، اعمل ما شئت كما تدين تدان، وهو يفسر آية اعملوا ما شئتم اني بما تعملون عليم. يوم النبي فسرها في الحديث يقول اعمل ما شئت، وهذا الامر امر تحدي وليس امر لانك انت يعني تعمل اللي انت عايزه على حل شعرك، يعني لا، ده امر للتحدي. اعملوا ما شئتم يعني للتحدي وللتحذير وللإرهاب وللنهي، يعني أمر في سورة نهي، فهمت بقى؟ واعملوا ما شئتم، اعمل ما شئت، كان النبي يقول كده صلى الله عليه وسلم، كما تدين تدان، زي ما هتظلم هتعاقب. والحديث اللي في سنن أبي داود، إن الله يعذب من عذب الناس يوم القيامة، إن الله يعذب من عذب الناس يوم القيامة كما تدين تدان. نفس كلام النبي، مش كواحدة، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، كله ماشي هي وتيرة واحدة، يكتر الكلام وتكتر الأحاديث وتكتر الآيات وتلاقي كلها ماشي على نمط واحد، لو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. ظاهر الحديث أن من وافق تحميده عند قول الإمام سمع الله لمن حمده قول الملائكة غفر له، والكلام عليه من وجوه. الوجه الأول، ما معنى قوله عليه الصلاة والسلام وافق قوله قول الملائكة؟ هل في الزمان أو في الإخلاص أو في مجموعهما؟ محتمل. هل الموافقة موافقة في المعنى يعني في الإخلاص، ولا موافقة في التوقيت في لحظة القول، أو في الاثنين كمال الحال وفي لحظة المقال بمجموع الاثنين؟ هذه برضو سؤال تحتمل. والأظهر موافقتهما في الزمان والإخلاص، يعني الاثنين، الأظهر بمجموع الاثنين، لأن ربنا لا يلتفت لصلاة الغافل، بيقول أمين وهو غافل عن الصلاة، مخه في شغله، مخه في بيته، مخه في ماله وتجارته، واخد بالك، قلبه مش مع ربه. يبقى لازم تبقى الموافقة موافقة حال وموافقة مقال، حالك ومقالك الاثنين في وقت واحد، لأنه لم يبقى محتمل آخر، وبقي الوجهان على طريق الطمع والرجاء. على طريق الطمع والرجاء بقى نقول يا رب نرجو إنك أنت حتى لو قلناها غافلين اجبرها يا رب واقبلها، ده رجاء. والطمع في فضل الله، يا رب عملنا بفضلك ما تعملناش بعدلك. يعني لو واحد بيقولها كده وهو غافل برضو عنده رجاء في الله إن ربنا يجبر نقصه، وإن هو ربنا يقبله علشان مجموع الناس، مش كده برضو؟ زي في الحديث المشهور قوموا مغفورا لكم، اللي هو في مجالس الذكر، فيجوا الملائكة يقولوا يا رب فيهم فلان ليس منهم، جاء لحاجة من حاجات الدنيا، فقال لهم ربنا سبحانه وتعالى الملائكة إنهم القوم لا يشقى جليسهم. يبقى حتى اللي هو بيقول أمين وهو غافل مش في حال كامل، مجبور بالناس الطيبة اللي معاه. ادي ميزه الجماعه تاني، ان الجماعه كمان ان ربنا بيقبلها على قلب اتقى واحد فيه، يوم يقبلها للكل عشان قلب اتقى واحد فيه،
فالمنفرد معتمد على عمله، والمعتمد على عمله في خطر شديد. إنما اللي بيصلي مع الجماعة معتمد على ربه، لعل الله يغفر ذنبه. فهمت إزاي؟ فصلاة الجماعة فيها نوع افتقار، وصلاة المنفرد فيها نوع استغناء. والإنسان لما يستغنى يضغط، ومن علامة الاعتماد على العمل قلة الرجاء عند وجود الزلل. والوجهان على طريق الطمع والرجاء في فضل الله تعالى. وهنا بحث في قوله عليه السلام قول الملائكة، هل يعني به ملائكة معروفين؟ فتكون الألف واللام للعهد، يعني الملائكة المعهودين بحضور الجماعة مثلا، محتمل. أو يعني به جنس الملائكة، يعني جنس ملك، أي ملك، كويس؟ فتكون للجنس، احتمل. لكن جاء حديث آخر قول الملائكة في السماء، في حديث كده من وافق قوله، قول الملائكة في السماء، كويس؟ فدل على أنه للعهد وأنهم ملائكة في السماء. ومما يقوي هذا ما جاء عنه صلى الله عليه وسلم في قول يا من أظهر الجميل وستر القبيح، إن الله عز وجل خلق تحت العرش تماثيل على صفة كل شخص من بني آدم، فإذا تحرك الآدمي بأي نوع تحرك ذلك التمثال بمثل ما تحرك به الآدمي، لكن بفضل الله إن كان تحرك الآدمي بطاعة تحرك ذلك التمثال بمثلها، فأبصرته الملائكة فاستغفرت له ودعت له، وإن كان بمخالفة أو مكروه ستر الله عز وجل حركة ذلك التمثال عن الملائكة فلا يرونه حين يتحرك بالمعصية، فسبحان من هذا حلمه بعد علمه. يعني ربنا جاعل للإنسان مثال في عالم اسمه عالم المثال، وفي حاجة اسمها عالم الخيال، دي عوالم ربنا خلقها برضو. حتى أنت نفسك مش ليك تخيل؟ تتخيل، وإلا حيجي منين اسم البديع؟ يعني إيه ظهور اسم البديع في البشر؟ في عالم الخيال، يبدع، يقعد يتخيل حاجة كده غير موجودة، وأن يحاول يحصلها في الواقع، فيقولك ده الراجل ده مبدع، عمل حاجة جديدة. فهمت إزاي؟ ابتدت بعالم الخيال، ثم بعد ذلك يعمل لها مكت، تحولت إلى عالم المثال، ثم يحول المكت إلى واقع، فتبقى في عالم الحقيقة أو الدنيا. يبقى العوالم دي موجودة وإحنا عايشينها، عارفين إن في حاجة اسمها عالم خيال، وفي عالم المثال، وعالم الواقع. واضح؟ يبقى أنت كمان ربنا خلق لك في السماوات عالم مثال خاص بيك، ما هو كل واحد ليه باب في السماء تصعد فيه عمله، يصعد عمله يمر على مثاله، فهمت؟ فيقوموا يشوفوا الملائكة يشهدوا له، فأول ما يموت الباب ده بتاع السماء يتروح مقفول، ده خاص بيه، واخد بالك؟ لأن الباب ده خاص بيه، يتفتح مع تكليف كل شخص، يعني مش مع ولادته، أما يتولد عادي لحد ما يوصل سن التكليف يتفتح الباب، يستقبل بقى الأعمال. واضح؟ فيمر العمل ده إلى مثال من يعمله في الأرض، فتراه الملائكة، ملائكة السماء. فأنت هنا في عالم الواقع بتقول آمين، تروح مرفوعة إلى عالم المثال، يسمعوا ملائكة السماء آمين فيستغفروا لك، واخد بالك؟ بتقول ربنا لك الحمد، يطلع إلى عالم المثال من باب ارتفاع العمل، من باب دخول عملك في السماء. مش إليه يرفع العمل إيه؟ يا إليه يصعد العالم العمل إيه؟ الصائل إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، واخد بالك؟ وفي الآية الثانية فما بكت عليهم السماء والأرض، الأرض موضع عبادتهم والسماء موضع صعود عملهم. واضح؟ يبقى هنا بيقول لك ان ملائكة السماء بتقول ربنا لك الحمد. هل الملائكة دي موكلة شهود على بني آدم؟ ربنا وظفهم هذا يدعوا له، محتمل.
هل هي أصلا عبادتها بتوافق عبادة العباد؟ لأن الملائكة خلقت للعبادة، فمن وافقت عبادته عبادتهم تحتمل. هل هي متولدة من أعمال هؤلاء الصالحين؟ فالملك يتولد من العمل الصالح نفسه، مو الملائكة أصلها ما بتتناسلش. طب مال بتكتر إزاي؟ بتتولد إزاي؟ لا توصف بالذكورة ولا بالأنوثة، فعني ما فيش تزاوج عندهم. هم اللي بيتكاثروا إزاي؟ يتكاثروا بالأعمال الصالحة. كل عمل صالح يتولد منه ملك، كل عمل صالح بيعمله يتولد منه ملك. علشان كده الملائكة أكثر من البشر، طول ما أنت بتعمل عمل صالح يتولد ملك، يتولد ملك يشهد لك، يتولد من عملك، فهمت؟ فالملائكة بتتكاثر بكثرة الأعمال الصالحة، ليس بالولادة. وعشان كده الناس يقول لك ايه، كل حرف من القرآن ليه حارس من الملائكة، لان كل حرف بتتكلمه بالقرآن، يعني كل كلمة، كل كلمة في القرآن بتطلع منك ربنا يولد عليها ملك يحرسها حتى تشهد لك يوم القيامة. مع كل تلاوة، مع كل تلاوة شوف البركة اللي انت فيها ايها المسلم، وانت مش مدرك الفضل اللي ربنا زرعك فيه وخلقك فيه. الوجه الثاني، طب وعالم المثال ده جاء في القرآن؟ اه جاء في القرآن. فتمثل لها بشرا سويا، تمثل لها يعني مثال. وكان يتمثل لي في صورة رجل، مش النبي قايل كده على سيدنا جبريل؟ يبقى عالم المثال ده مذكور في السنة او مذكور في السنة؟ تخاريف صوفية؟ لا يا سيد، مش تخاريف صوفية، الصوفية ما تقرفش، الصوفية ما عندهمش كلمة في كتابهم إلا وراها دليل من القرآن والسنة، أدركها من أدرك وغفل عنها من غفل، دي الحقيقة. لكن التسرع، التسرع في اتخاذ القرارات والحكم على الناس، قاعدين كأنهم قاعدين قضاء كده وبيصدروا الأحكام على طول، ده إعدام، ده مبتدع، ده في النار، ده مش عارف إيه، كأنه مفتاح الرحمة في إيده، الحمد لله أنه مش في إيده. قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسكتم خشية الإنفاق وكان الإنسان قتورا. لكن الحمد لله مفتاح الرحمة في إيد أجود الخلق، النبي صلى الله عليه وسلم، اللي ما فيش في قلبه غل، ما فيش في قلبه حب انتقام، ولا في قلبه حب تعذيب حد، ده رحمة عاملة شاملة لدرجة أن إبليس نفسه طمع في رحمة النبي. يقوم ربنا سبحانه وتعالى وهو طفل يبعت له الملائكة تشق صدره وتشيل حظ الشيطان من قلبه، اللي هو حظ الشيطان من رحمة النبي، لأنه رحمة للعالمين، والنبي والشيطان من العالمين. يقوم حتى ربنا عشان يبقى إبليس يعني يائس من رحمة الله، يقوم يطرده حتى من أمله في أن يمكن رحمة النبي تشمله. فعلشان كده عشان تعرف أن ربنا قد إيه رحيم، يقوم يدي مفتاح الرحمة لأرحم الخلق صلى الله عليه وسلم، اللي هو الرحمة للعالمين. فالحمد لله أن مفتاح الرحمة في إيد نبينا، الحمد لله مش في إيد الجماعة، كانوا قفلوا الجنة وهم نفسهم يمكن ما يدخلوهاش، يستخسروها في نفسهم بقى، فربنا ينجينا. الوجه الثاني، فيه دليل على عظم قدرة الله عز وجل، يؤخذ ذلك من أن هذا العالم على كثرته تكون الملائكة في العالم العلوي يراقبونهم واحدا واحد. الوجه الثالث، فيه دليل لمن يقول ان بني آدم الصالحين اشرف من الملائكة، يعني دي مسألة خلافية بين علماء الاصول اللي هو علماء التوحيد، هل الانسان المؤمن العادي افضل من عوام الملائكة ولا عوام الملائكة افضل؟ فهمت؟ مسألة مبحث، بعض العلماء ذهبوا إلى أن عوام المؤمنين أفضل من عوام الملائكة، وخواص المؤمنين أفضل من خواص الملائكة، والأنبياء أفضل من الملائكة مطلقا بالإجماع، واخد بالك؟ وعشان كده يقول إيه، وفاضل الملائكة أرسل رسلا ذوي فطانة، مش كده برضو؟ وقايل في اخر البيت ايه، وفاضلوا الملائكة، عصمتهم واجبة وفاضلوا الملائكة،
يبقى الأنبياء عصمتهم واجبة الاعتقاد وهم أفضل من الملائكة. واضح؟ ده المذهب المعتبر اللي عليه أهل السنة والجماعة. لكن في تفاصيل، ابن حزم قال إن سيدنا محمد أفضل الخلق أجمعين إلا جبريل. ده ابن حزم. وعلشان كده تبعد عن العالم دي، لأنه ده خالف فيه الإجماع. إزاي يبقى جبريل أفضل من سيدنا محمد إذا كان سيدنا جبريل أصلا لم يظهر إلا بإرسال رحمة سيدنا محمد ليه فيتخلق؟ إزاي يعني؟ لكن أهو عقله وصله لهذا المعنى. فاحذرهم. عشان كده بيقول فيه دليل لمن يقول إن بني آدم الصالحين أشرف من الملائكة اللي هي عوام من الملائكة. ما نقولش أشرف بقى من سيدنا جبريل، دول خواص الملائكة، لكن أفضل من عوام من الملائكة. ما هو الملائكة برضو فيهم عوام وخواص وخواص وخواص، فيهم كل الأنواع، درجات تتفاوت. يؤخذ ذلك من كون من كون العالم العلوي مترقبين لهم ويؤمنون على دعائهم واحدا واحدا. الوجه الرابع في دليل على زيادة شرف هذا الركن من بين أركان الصلاة، اللي هو ركن الرفع من الركوع. ده ليه شرف زائد بقى. كويس؟ لأن فيه لو وفقت قول الملائكة فيها المغفرة الكبيرة، لأنه لم يجئ أن الملائكة تشارك الأدم في هذه العبادة بالموافقة إلا في هذا الركن والركن الثاني وتأمينهم في الفتح. يبقى عندك الملائكة بتوافق بني آدم في الصلاة عند التأمين وعند التحميد في الرفع من إيه؟ من الركوع. عند آخر الحمد لله رب العالمين بقولهم آمين. فهذا أيضا دليل على فضل السورة، لأنه لم يجئ أنها تؤمن على القراءة في شيء إلا على خاتمة الفاتحة. فده يدلك على أن الخاتم الفاتحة دي سورة لها فضيلة عظيمة، لأن السورة الوحيدة اللي الملائكة تأمن بعدها. وهذا الموضع وهو تحميدها على قول الإمام سمع الله لمن حمده دل على تعظيمها من بين الأركان والأقوال. الوجه الخامس فيه دليل على فضل صلاة الجماعة على غيرها، يؤخذ ذلك من أنها لا تؤمن وتحمد على قول الفذ آمين عند قول سمع الله لمن حمده. الفذ يعني المنفرد، دي خاصة بالإمام. الإمام يعني يبقى صلاة جماعة، وإنما تفعل ذلك للإمام ليس إلا. وفي هذا الموضع دليل بقوة الكلام. يعني إيه دليل بقوة الكلام؟ دي لفظ منطقي كده، يعني بمفهوم الكلام. يبقى في قوة الكلام يعني مفهوم الكلام، يعني ما هو خارج عن النص. يبقى في حاجة اسمها منطوق ومفهوم. المفهوم يعبر عنه عند المناطق بقوة اللفظ. واضح؟ يعني مثلا ايه، انا اقول لك مثلا ايه، انت بتعمل مشاكل قدامي مضايقني، هم اقول لك طيب، مفهوم اللفظ اني موافق، لكن قوة اللفظ تقول ايه؟ اني بستحلف لك، ناوى عقبك. عرفتها منين؟ عرفتها بالمفهوم. يوم ايه التاني على طول وانت بتقول له طيب، يا هم ده بيقول لي طيب، هيعمل فيا ايه ده؟ مع ان طيب دي جاي من الطيبة، مش كده؟ برضه من حيث المنطوق ليها معنى، لكن لما جاءت قوة اللفظ ادته معنى مخالف. فهمت بقى المسألة؟ فيبقى اللفظ له منطوق وله قوة، قد تكون القوة مخالفة للمنطوق وقد تكون القوة موافقة للمنطوق، فيبقى يسموه مفهوم مخالفة أو مفهوم موافق. واضح؟ علشان كده بيقول لك إيه؟ وفي هذا الموضع دليل بقوة الكلام على المحافظة عليها، لأنه هو النبي لما يقول من وافق تأمين وتأمين الملائكة غفر لها، يعني معناه حافظوا على صلاة الجماعة يا مسلمين، مع أنه ما قالكش حافظ. يبقى منطوق اللفظ بيقول لك فضيلة العبادة، يبقى قوة اللفظ معنى إيه؟ حافظ على هذه الفضيلة، ما تضيعهاش. أدي معنى المفهوم. يبقى هنا مفهوم هنا موافق لللفظ، لأن اللفظ بيبين الفضيلة والمفهوم يدل على المحافظة على هذه الفضيلة، يبقى يسموه مفهوم موافقة. واخد بالك؟
كأنه بقوة الكلام يقول لا تغفل عنها وحافظ عليها. وهنا بحث لطيف، وهو ما الحكمة بأن خص هذا الموضع وحده بهذا التشريف؟ فإن قلنا إنه تعبد فلا بحث، لو قلنا خلاص ربنا اختار الموضعين دول وخلاص، هل لحكمة؟ ما عرفهاش، يبقى دي مسألة تعبدية ما بحث فيه. وإن قلنا أنه لحكمة فما هي؟ فنقول والله أعلم، لما جاء أن الركوع منعت فيه القراءة ومنع فيه من الدعاء الركوع لتسبيح الله وتحميده وتمجيده، الركوع مش موضع دعاء، مش كده برضو؟ ومنهي أن تقرأ القرآن وأنت راكع وأنت ساجد، واضح؟ يبقى الركوع ما فيهوش قراءة قرآن وما فيهوش دعاء، والسجود فيه تسبيح وتحميد وتمجيد ودعاء، واضح؟ ما احنا بنعمل كده، ما احنا عارفين، بس اللهم اغفر لي دي جاية تأويل للقرآن، فسبح بحمد ربك واستغفره، فهي جاية تابعة وليست مقصودة لذاته، بخلاف السجود الدعاء مقصود لذاته، واضح؟ فما تخالفش النص، لأن هنا الدعاء جاي تأويل لمعنى الآية، فهو تابع وليس مقصود لذاته، فهمت؟ يبقى النبي لما نهى عن الدعاء في الركوع يقصد أنك لا تقصد الدعاء لذاته في الركوع، وقال أكثروا من الدعاء في السجود، معناه اقصد الدعاء لذاته في السجود، فهمت تأويل فهم المعنى الحديث؟ فما فيش تناقض يعني. احنا اصلا يعني في طريقتنا ذكرنا في الركوع سبحان ربي العظيم وبحمده اللهم اغفر لي، وتكرر هذا ثلاثا على الاقل، والافضل تبقى 11 في الركعة الاولى، 9 في الركعة الثانية، 7 في الركعة الثالثة، 5 في الركعة الاخيرة. عرفت التفصيل ده حلو؟ عشان تبقى ماشي على السنة. الركعة الأولى أطول الركعات، الركعة الثانية أقل منها حاجة بسيطة، الركعة الثالثة أقل منها حاجة بسيطة، الرابعة تبقى أقصر الركعات. حلوة دي؟ فإيه ده عد عليها بالنواجز. فبيقول لك هنا إيه؟ لما جاء أن الركوع منعت فيه القراءة، اللي هي قراءة القرآن، وده تشريف ما بعده تشريف أنك تقرأ القرآن، خد بالك يعني، ومنع فيه من الدعاء، وشرع فيه تعظيم الرب عز وجل، وقد قال تعالى على لسان النبي صلى الله عليه وسلم: من شغله ذكري عن مسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السائلين. فأنت في الركوع كل همك ذكر الله، تمجيد الله، يوم ربنا أول ما تقول سمع الله من حمده يعطيك أفضل ما يعطي السائلين، وهو غفران الذنوب. فدي كأنها مكافأة لأنك انشغلت بذكره عن مسألتك، فهمت بقى؟ دي حكمة لطيفة. لجلاله من هذا التعظيم، لجلال هذا الخير العظيم، وأمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يخبرهم ليعرفوا قدرها من نعم، قدرها من نعمة، لأنه ليس في جميع الثواب أعظم من المغفرة كما قررناه في الأحاديث قبله، لأن المغفرة لها درجات. المغفرة وهي التغطية قد تغطي بين العبد وبين العقوبة بعد فعل الذنب، يعمل الذنب وكل حاجة، تيجي المغفرة تعمل له حجاب بين العقوبة المستوجبة لهذا الذنب، واخد بالك ازاي، وبين الذنب نفسه. دي مغفرة حلوة لكن ما فيهاش الحفظ، لأنك وقعت في الذنب، فتيجي المغفرة إيه؟ تمنع العقوبة اللي استوجبها الذنب اللي انت ارتكبته، أدي مغفرة. وفي مغفرة تانية أعلى، وهو أن تأتي قبل الهم بفعل الذنب، تيجي عايز تعمل الذنب يقوم ربنا يحول بينك وبينه، فدي مغفرة أحلى، فيها الحفظ والوقاية من الوقوع في الذنب أصلا، وهذه حال الصالحين. وفي المغفرة اللي خاصة بالأنبياء، وهي أن تكون بينه وبين الهم بفعل المعصية أصلا، وهي العصمة، واضح؟ يبقى درجات كل واحد مغفرته على حسب مرتبته،
اذا كان نبي مغفرته تيجي فتمنعه انه يهم بالمعصية مش يعملها. ده المعصية ما تخطرش على باله اصلا للعصمة، وتيجي للولي والصالح تخطر على باله المعصية، تقوم يجي المغفرة في صورة الحفظ فتمنعه من انه يرتكبها. وبعدين تيجي للمسلم العادي العامي اللي هو مش ولي يعني، يقع في المعصية، تقوم تيجي المغفرة تمنع وقوع الذنب، العقوبة تمنع وقوع العقوبة. عشان كده في معنى لطيف قاله سيدي محي الدين ابن عربي، بس انا كده هطول عليكم عن تأخر، شوف الساعة كده 12 الا ربع. ها؟ أهم حاجة قراءة القرآن والصلاة، أعظم شيء، أعظم شيء والله. والنبي ربى الصحابة بالصلاة، الصلاة الطويلة، كان يسلمهم لربهم يقول الله أكبر وهم كلهم وراء الله أكبر، يسلمهم لربهم يصلح قلوبهم، ودي تربية نبوية شريفة. فالمهم يعني هقول لك الحتة دي وخلاص النهاردة، حديث كلنا حافظينه وفاهمينه لكن مش فاهمينه بالمعنى اللطيف ده، عشان تعرف ان الأولية ليهم معاني لطيفة. لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن. كويس، كلنا عارفينه، علماء الظاهر فاهمينه. طب شوف بقى سيدي محي الدين فاهم منه ايه. قال ان المؤمن اذا زنى ارتفع عنه ايمانه ليمنع وقوع العقوبة، يعني يجي ايمانه يظلله وهو بيعمل العقوبة، يقوم يمنع وقوع العقوبة حفظا. شفت المعنى اللطيف ده؟ جاب بالك؟ شفت بقى الاولياء حلوين ازاي؟ دي فتح من الله بقى. هو بيقول ايه الحكمة يعني؟ ان ربنا ينزع منه ايمانه لحظة فعله المعصية. يقول لك ده بينزع منه ايمانه عشان يظلله، واخد بالك؟ يوم يمنع وقوع العقوبة التي تستلزمها هذه المعصية. وده فضل المسلم العاصي، فما بالك بقى المسلم اللي ما بيعصاش؟ يبقى ايه بقى؟ اذا كان العاصي فعل الكبيرة ليه هذه الفضيلة، فما بالك بقى اللي ما يعملش الكبيرة؟ عشان تعرف ان دي امة مرحومة معظمة. ملمح اخر، ليه ربنا سبحانه وتعالى نهانا اننا نقرأ القرآن في حال السجود وحال الركوع، وامرانا ان نقرأه في حال القيام؟ قال لان حال القيام هو اشرف الاحوال، فهو يوافق القيومية الرحمانية، والقرآن صفة من صفات الله، فلا يليق ان تقرأها وانت ساجد وانت راكع، واخد بالك؟ فاشرف احوال الانسان حال القيام، فليبقى اشرف احواله يقول اشرف الذكر وهو القرآن. فكأن في حال قيامه غلبت عليه الربوبية، وفي حال ركوع وسجود غلبت عليه العبودية. فلما غلبت عليه الربوبية تجلى الله على لسانه فقرأ كتابه، وهو صفة من صفاته. فلما أظهر بعد ذلك حال العبودية والضعف فركع وسجد، انصرف عنه هذا الحال فلا يقرأ القرآن، وينهمك في دعاء الله والاستغفار والتمجيد. والله تعالى أعلى وأعلى. ونكمل بقية الحديث بقى بكرة إن شاء الله، وربنا ييسر أمورنا ويتقبل منا، وجزاكم الله خير. بتستحملوني معلش، بطول عليكم معلش. سبحانك اللهم وبحمدك.